كيف كيعرف الجميع في الاستعدادات اللي كانت في الصيف كانت هناك بعض المشاكل، كانوا اللعابة كانوا انتدابات، كانت عدة مسائل اللي كانت خارج على الرياضة. فالمكتب استطاع باش يكون لجنة تقنية اللي كيترأسها عبد ربيه، فالحمد لله الآن الفريق هذه في المسار الصحيح. الحمد لله كانت التعثرات في بداية ديال البطولة كما كيعرف الجميع، فكانوا اللعابه ما مأهلينش، والحمد لله دابا كل لعاب الحمد لله مجموعه كامله متكامله. وكان الاستعدادات ديالنا ديال المعسكر ديال الجديده فكان في الصالح ديالنا بزاف، لان الدراري ما كانش عندهم واحد الانسجام بيناتهم، لان اللعابه جاوا جدادين، والحمد لله دابا كاين واحد التوافق، والمدرب حتى هو بدا كيرتاح للمجموعه، والحمد لله كاين واحد الانسجام. فكتعرفوا بان طنجه هي الجمهور، الفريق هو الجمهور. ف اللاعب ملي كيدخل المقابله وملي كيشوف الجمهور فكتنقص منه واحد 50% ديال المعنويات ديالو، فخصوصا حنا طنجه ولفنا الجماهير ديالنا، فكنتمنى بان المسؤولين يلقاو واحد الحل في اقرب وقت ان شاء الله. فكما كيعرف الجميع فكان التغيير ديال السيد الوالي هو اللي كان عطى الانطلاقه ديال هذا الملعب باش التعديل ديالو الاصلاحات ديالو. فكنظن دابا جا ولي جديد، كنتمنى انه يكون موافق مع السيد مهيديا مع الافكار ديالو، وتا هو يسند الفريق، وحنا كنتسناو بحال الجماهير كامله كنتسناو بان يفتحوا لنا الملعب ديالنا، لان حنا محتاجين الجماهير ديالنا والجماهير ديالنا محتاجين لنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.